مرحلة يأس قطعت فيها بحياتك صح؟ آه. كانت من كم سنة؟ هي بصي هو في مراحل بس دي أهم مرحلة اللي حضرتك ممكن بس دي الناس بتشاوري عليها. مش عارفة هالمرحلة دي. ما هو أنا مش عارفة تعرفيها منين. مرحلة مهمة. مرحلة جات لي كنت هعمل فيلم بطولتي اللي هي البطولة. وحضرت. وقبل التصوير بأسبوع بلغت إن السيناريو اللي أنا تعبت فيه مع المخرج راح لنجم ما. مش ليك. وإن مفيش فيلم. فحصل لي طبعًا في الفترة دي أنا عندي ضعف رضا. فوقعت. فرحت لشيخ ما من أصدقائي من المشايخ المعتدلة والدعاة المعتدلين اللي بيحبوا دور الفن، يعني بيتكلموا عن دور الفن بشكل يعني وسطي. قلت له انا مش عايز اكمل، انا عايز امشي. قال عايز ايه؟ قلت له عايز اروح المدينه المنوره. فيلم كان ايه؟ فيلم اسمه لو افترقنا، كان قصه الاستاذ نجيب محفوظ وسيناريو وحوار الاستاذ محمود العليلي واخراج الاستاذ عمر عبد العزيز. مين اللي اخذ دورك؟ هو الفيلم ما اتعملش، هو المنتج خده باعه لمنتج اخر عشان هنيدي يعمله. فرحت لهنيدي قلت له مثلا مش هتعمل الفيلم ده، ولو عملت الفيلم ده انا هعمل لكم مصيبه. وما اتعملش. ولكن انا يأست وحسيت كانت دي خبطه قويه بالنسبه لي صفة. جديده. صفا كافي. حلمي راح، الحلم بتاعي راح. وعلى فكره الموضوع ده هو سبب تاخري لحد دلوقتي في ان انا اعمل بطوله. لان انا ساعدت بقى نحت يلا اشتغل اي حاجه يأست. فالمهم يأست رحت المدينه منوره. قلت هقعد بقى عند الحبيب عليه الصلاه والسلام. طب اشتغل ايه هناك؟ مش عارف ايه. مفيش. في واحد صديق الراجل قال لي اعمل له تاشيره عامل نظافه في المسجد النبوي. واتعملت لي التاشيره وبقيت قاعد في المدينه بعملش حاجه. بس حاسس ان انا ملك. بس حاسس ان الدنيا بالنسبه لي خلصت. وحلمي راح. وانا كده خلاص انا هتصوف. وده شيء جميل بس مش جميل بالنسبه لشاب بيحلم يبقى حاجه وبيقولوا له انت فنان عظيم واحسن ممثل في المعهد واحسن ممثل في الجامعه وانت الالف على جيلك وانت الممثل العبقري وانت وانت وانت. فخبطت خبطه دي فوقعت هنا. قعدت سنه؟ سنه لابس جلابيه كده وعظيم. وبعدين نفس هذا الرجل قال لي وانت في الفن لك دور. واداني درس في انت زعلان من ربنا؟ ما ده قدره. لو شاء ربك ان الموضوع ده يتم كان هيتم غصب عنك. وهي اسباب. مؤمن بكده ولا مش مؤمن؟ قلت له مش مؤمن بكده. انا مؤمن ان انا اعمل. طبعا اللحظه دي انا في حته غضب. انت غضبان. بدا يدوس عليا هو لحد ما فقت ورجعت. قعدت سنه هناك. رجعت عايز اشتغل مش عارف اشتغل برضه الى ان نزلت سوريا واشتغلت واحتضنتني سوريا والدراما السوريه وبالتحديد كانت الاستاذه نورمان اسعد واكرم الجندي المنتج العظيم منتج من اهم منتجين الفيديو يعني فيه. هم اللي رجعوك يعني. رجعوني واشتغلت وبعدين رجعت. وكانت تجربه سوريا بالنسبه لي اتعلمت من اخواتنا العباقره السوريين الفنانين حاجات كتيره جدا حلوه. بالفتره دي قلت لي كنت بنحت بعمل اي حاجه؟ اي حاجه. اي مشهد في اي حته بروح اشتغل. وما كنتش مقتنع بحاجه. واشتغل اي حاجه. لمجرد مش عشان فلوس، على فكره أنا من الناس المستورة مادياً. قلت لي. ولكن بحتاج أكيد فلوس، بس أنا كنتش بشتغل عشان آخد فلوس، كنت بشتغل عشان أنا عايز أبقى موجود يا جماعة. لأ. طب النحت ده وصلك لفين؟ وصلني إن هو ما بقاليش سعر كممثل ثابت، وصلني إن علاء مرسي بقى سهل جداً تجيبيه في أي دور يجي هيشتغل هيقول لا علاء جدع طيب، علاء كويس جداً طيب. علاء مرسي لا 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 اجيبه لك دلوقتي. فبقى الانطباع ده. فاتلخبطت. ولكن
انا بقول لك انا دلوقتي بهذا السن اللي انا موجود فيه دلوقتي وبالخبره الكبيره، وخاصه انا عاصرت اجيال غريبه الشكل.